الهلال اهل الامارات حنا السند حنا المروات على خطى زايد مشينا ولنا على التاريخ وقفات نمسح على دموع اليتامى ننشر حمامات السلامة وفعلنا فوق الكلامة في كل دار إلنا علامات دايم ندور منبع الخير نعطي كبير السن وصغير نشر السعادة والأسارير ما تهمنا بعد المسافة من أرض المنابع والوهج اللاذع من بلد لطالما كان يكنى بالمنافع وأمسى أبناؤه يعيشون بالمواجع طيب الله أوقاتكم من أوغندا لؤلؤة القارة السمراء حيث كان للإمارات عطاء غايته رفع العناء عمن كانوا بالحاجة شركاء عادة ما تمزج العواصم بأطياف مواطنيها فتضيع أن هذا قد أثقل كاهلنا ليس لدينا مقر ولا إمكانيات حتى فصول محو الأمية تعاني من الأمية فلا كتب ولا ألواح لتعليم من فاته جرس المدرسة وهو صغير الناس هنا لا يقون على دفع الرسوم نعتمد على التبرعات الخيرية والمتطوعين لا نريد طعاما ولا لباس نريد أن نعلم الناس كيف يكسبوا رزقهم بأنفسهم
ambye mbuno bagenda tukolera buli chimu center yonna yonna bagenda tukolera full package eya buli chimu chetweta gawani. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. بسيطة هي احتياجات الناس. كل اللي يحتاجونه في هذا المكان مكينة خياطة، مكان يجمعهم لكفالة أيتامهم وتعليمهم وتدريسهم. لكن اليوم بفضل الله وبفضل محسنين دولة الإمارات راح نجمعهم كلهم تحت مركز واحد وتحت سقف واحد في هذا المركز بإذن الله. بيتعلمون صنعة تساعدهم على العيش في هذه الحياة، أيضا يقدرون يأخذون دروسهم في هذا المركز ويتعلمون سواء لغتهم أو اللغة الإنجليزية أو اللغات اللي يستفيدون منها، بالإضافة إلى دراسة القرآن الكريم. وأكيد هذا كله بفضل عطائكم يا محسنين دولة الإمارات. كل الشكر لكم وجزاكم الله ألف خير. في الواقع لم نأتي إلى هنا لزيارة الجمعية، بل كنا نقصد أحد مشاريع الهلال الأحمر الإماراتي التي ما كانت لولا حاجة الأهالي. وللوقوف على تلك الحاجة رافقت أحمد الحارثي منسق مشاريع الهلال الأحمر الإماراتي في أوغندا إلى حيث كان الأهالي يشربون. لا إله إلا الله. شوف هل أهل المنطقة يستخدموا المياه من هالمكان، والمياه ملوثة. تخيلوا مشاهدينا أن الواحد يضطر أن يشرب من هذه المياه الملوثة، تجمعات أمطار في مكان ملوث تماما. مشروع سقي الإمارات مش بس مشروع أنك أنت توصل المياه للناس وتسهل عليهم حياتهم، وإنما تحفظ هذيل الناس من الكثير من الأمراض. تخيلوا هذا المشروع حفظ كم من الأشخاص في القارة الإفريقية أو حول العالم أجمع من الأمراض، وخفف عليهم معاناتهم، وخفف عليهم الكثير من الأمور اللي يمكن ما نحسب حسابها. أما الآن وبفضل المولى الذي ساق الخير لوجوه الخير، حفر الهلال الأحمر الإماراتي بئرا بالقرب من المدرسة وبنى لهم بيتا من بيوت الله، فكانت فرحة الأهالي لا تضاهيها فرحة. وهنا هممت بمساعدة الأطفال على الوضوء، من بينهم كان يجلس أحد أصحاب الهمم، وفرحته بنا عانقت القمم. استأذن مني وذهب، وما أن رفع الأذان حتى ساقني شجن الصوت إلى داخل المسجد للتعرف على صاحبه، وهناك شعرت بالمفاجأة الممزوجة بالسعادة. لله درك يا فتى، ما أسمى همتك التي عانقت العلا. ضيوط شمس الأصيل انطلقنا إلى محافظة إمبيجي. بعد 3 ساعات ونيف وصلنا إلى موضع الافتتاح. كانت مناسبة استثنائية لأهالي المنطقة، تكبير وتهليل وعزف على وتريات وقبول، الكل بإنجاز الهلال الأحمر الإماراتي مذهول. حاولوا مزج الألحان بعبارات الشكر والعرفان. وما أن أقل سعادة عبد الله التكاوي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في أوغندا على موضع الحفل، حتى تعالت عبارات الترحيب واستقبله شيوخ المنطقة، وبدأت معها مراسم تدشين المركز المتكامل الذي ضم بين ربوعه مسجدا ومستوصف ومدرسة ومشغلا للخياطة. فكانت جولة سعادة السفير تغمرها السعادة. ما أن أنهينا جولتنا حتى وقفت مع الشيخ عبد الله تشوارانغا مدير جمعية الروضة، حدثني عن القرية
فقال: تعد قرية إنسيكي واحدة من كبرى قرى محافظة إمبيجي المشهورة بزراعة البن، حيث يقطن هنا أكثر من 5300 نسمة. هذا المركز سوف يستفيد من خدماته أكثر من 2000 نسمة. نحن فخورون بإعطاء الهلال الأحمر الإماراتي في أوغندا، وهذه ليست المرة الأولى التي نتعامل بها مع الهلال الأحمر، فقد سبق وبنينا لصالحه أكثر من 120 مسجداً وحفرنا أكثر من 25 بئر. جزاكم الله كل خير. كانت فرحة الأهالي أكبر بكثير من حجم المركز والمحافظة في آن واحد، فاليوم يستطيع كل منهم الاطمئنان على أن خدمات حياته أصبحت بمتناول يده. كانت فرحة الأهالي أكبر بكثير من حجم المركز والمحافظة في آن واحد، فاليوم يستطيع كل منهم الإطمئنان على أن خدمات حياته أصبحت بمتناول يده. يعيش الحاج عبد الحكيم في بيت متصدع من جبروت الحال وثقل هم العيال وتبعثر الآمال على حائق قد مال. على ذات الحائق كانت له صورة يرى فيها شبابه الذي ذاب في عتمة المشيب. رغم فقره الشديد ورغم حاجته للمال الشديدة، إلا أنه تبرع واقتطع أرض من مزرعته لبناء مسجد لمتبرع إماراتي. اكتشفنا أن هذا الرجل أبناء متوفين وعنده أحفاد يفوق عددهم 20 حفيد. هذا كلهم اللي تشوفونهم حولكم الحين ساكنين في هذا البيت العتيق. رغم كل هذه الظروف إلا أن هذا الرجل بذرة الخير والإحسان كانت كبيرة في قلبه. قبل أن أودع الحاج عبد الحكيم بشرته بأن الهلال الأحمر الإماراتي ينتظر تسجيل أحفاده في قوائم أيتام جمعية الروضة ليقوم الهلال الأحمر الإماراتي بكفالتهم. قلنا إن شاء الله أن نحن يعني بنفتح باب كفالة الأيتام كهلال أحمر إماراتي في أوغندا، وإن شاء الله بإذن الله في القريب العاجل أن الهلال الأحمر الإماراتي بيتكفل إن شاء الله بكفالة أبناء كلهم بإذن الله. بارك الله فيك وإياكم إن شاء الله. جزاك الله خير على الأرض اللي أعطيتها لبناء المسجد، وهذا شيء بسيط رح نقدمه.
وقبل أن أغادر بيت الحاج عبد الحكيم طلبت منه أن يصطحبني إلى أرضه التي تبرع بها لمحسن إماراتي كوقف لبناء بيت من بيوت الرحمن، فهنيئا له الأجر والثواب. في صباح اليوم التالي انطلقنا بصحبة طارق الفهيم مدير مشاريع الهلال الأحمر الإماراتي إلى سوق للمواشي لشراء ما تيسر من أبقار لتوزيعها على المحتاجين. هناك كنا على موعد مع الشيخ عبد الله مدير جمعية الروضة الخيرية، حيث قمنا باختيار الأبقار المطلوبة لتوزيعها على المحتاجين، وتم دفع أثمانها والاتفاق مع راعيها على آلية توصيلها إلى المنطقة التي كنا نقصدها في جنوب كمبالا. وفي وقت لاحق انطلقت بصحبة الشيخ عبد الله إلى قرية متواضعة، قال لي مدير جمعية الروضة الخيرية أن عددا من الأرامل يسكن فيها، وأن حالتهن المادية لا تقوى على مجابهة شفق السماء. وعلى إثر ما قيل ذهبت لزيارة الأرامل، وكنت في ضيافة السيدة سعادة إبراهيم التي استقبلتني أمام بيتها وجلست تحدثني عن عائلتها، فقالت: سعادة إبراهيم، أنا أرملة منذ 6 سنوات وأعيش هنا مع أولادي 7. عندما توفي زوجي أصبحت حياتي صعبة، وأكثر ما يرهقني الرسوم المدرسية. أنا أدفع لأطفالي مبلغ $600 سنويا لمدرستي تعتبر لأبناء الفقراء، ومع ذلك لا أستطيع دفعها فأضطر للاستدانة. ولأننا كنا على علم بطبيعة القرية التي اعتاد أهلها على تربية المواشي، قمت بإحضار بقرة حلوب للسيدة سعادة لتشرب هي وأبنائها من حليبها وتبيع الفائضة لتدفع من ثمنه مصاريف المدرسة التي أثقلت كاهلها. في ذات القرية تعيش السيدة رقية شيزة مع أبنائها 6 وأحفادها 7. لم يكن أي من أولادها في البيت لحظة زيارتنا التي أثلجت صدر الأرملة بحسب ما ترجمه لنا الشيخ عبد الله. قالت لي رقية في بداية حديثها: أنا أعتمد على نفسي منذ أن توفي زوجي منذ 10 سنوات، حيث أن لدي مزرعة صغيرة للذرة، من محصولها تعلم أبنائي في المدرسة، وهم الآن في الجامعة، ومنهم من تزوج. محصول الأرض لا يكفي للأحفاد، فكيف بالكبار؟ أحتاج لمشروع صغير ليعينني أنا وأبنائي. أنا ما زلت قوية وأتوق للعمل وكسب الرزق، فلو كان لدي بقرة حلوب مثل جارتي لكنت بعت حليبها وصنعت منه الجبن، ولكني أخاف أن تمرض البقرة إن حصلت عليها، فليس لدي من يعالجها. إذن هذه هي البقرة الحلوب، وإن شاء الله تعيش عندك سنين وسنين بإذن الله، والله يبارك فيها. وهذه الأدوية، أنت قلتي ما عندك مبلغ للأدوية، سبحان الله، إذا صار فيها أي شيء نحن وفرنا لك الأدوية للفترة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيكم. الله يسلم. ودعت السيدة وعيناها على بقرتها لا تريد أن تفارقها، وكأنها في حلم لا تريد أن تفيق منه. من هناك انطلقنا إلى قرية أخرى قدر لنا المولى أن نزورها لنزرع في أحد بيوتها سنبلة خير في عام الخير.
الروضة الخيرية والمسؤول عن قسم الأيتام فيها، حدثني عن المدرسة وحاجاتها فقال: نحن أولا نشكر المتبرئين كما بما يفعلونه وبما يقومون به لمساعدة الإنسانية والأمم، بحيث هؤلاء لم يكن لديهم ماء، كان يأتون من الماء من بعيد، لم يكن لديهم مكان ليصلوا فيها، فبمساعدتنا بوجود المساعدة من هيئة الإمال الأحمر نحن قمنا ببناء المسجد ليصلي، وحفرنا بئر ليشرب. هؤلاء ليس لديهم من يساعدهم لأن أبواه. حنا هلال أهل الإمارات، حنا السند، حنا المروات، على خطى زايد مشينا، ولنا على التاريخ وقفات، نمسح على دموع اليتامى، ننشر حمامات السلامة، وفعلنا فوق الكلامة، كل دار لنا علامات، دايم ندور منبع الخير، نعطي كبير السن والصغير، نشر السعادة والأسارير، ما تهمنا بعد المسافات.